يعني إجا الوقت وقويت قلبك مصطفى، وقرارك هذا معناته أنك مصر تربي ابنك اللي جايكن وأنت مسجون مدة طويلة. إيفيدات إيه حجازف، يلا ما تحرك لسانك، حرك لي إيديك. فيك تفكر باللي قلته إذا بدك. فيدات خلص، أنا ما رح استناك للمساء، بأوصك وبتركك. تعملها؟ طيب ليش؟ أنت أوسط أخوك اللي أنقذ لك مرتك وابنك وحملهم على ظهره من الجبل، اللي مثلك بشو عم بتهمني؟ فضولي صار كبير. فيدات خلص، حفير وسكر تمك، صدقني بغير رأيي وبأوصك بأرضك ومليان دياب وطباع بهالقرنة، طلع عم تحكي ورح أترك لهم جثة مرمية مشان يأكلوها. مو هذا الجواب على سؤالي. أكيد هلأ عم بتفكر قديش رح يحكموك، مو هيك؟ هي ما لخناقة أو خلاف عادي، ما فيك أبداً تقول والله الزلمة سبني وغلط معي وعصبت منه بعد اللي عمله وقوصته دغري، اللي صار مخطط له مسبقاً. أول شي رحت استدرجته وبعدين خطفته، في أزمة بإيدك وكريك، يعني إذا مو غلطان مع سبق الإصرار بيحكموك فيها 18 سنة، مو مدة قليلة، وبالزيارات رح تقدر تحمل ابنك 5 دقايق لما تشوفه. هو وصغير مو مشكلة، بس لما يكبر شو الوضع؟ رح يسأل أهله وينه بابا؟ بالسجن. ليش؟ ورح يحكوله رح يكون ابن المجرم. بيهون عليك ابنك يا مصطفى. فيدات خلص حاجة، 18 سنة يعني لما تطلع من السجن ابنك رح يكون كبران وبيجوز عم بيدرس بالجامعة مصطفى، احتمال باسطنبول أو بأنقرة أو بأي مدينة. أنت بترجع وابنك بعيد عنك، المفروض أنت أبوه، بس هو غريب عنك وانت أكتر من أي حدا. ربيان بدون أبوه، فهمت؟ مثل وضعي بالضبط. سبق وفكرت بهالموضوع، يا ترى لو طاهر ما عند مشان نفس وعمل كل هالعماية، لو أخذ مرتي وابني من الأول وتارك كل هاي المنطقة، كيف كانت رح تكون حياتكم هلأ؟ قلي فيدات، بدك تقوم تكمل حفر ولا بوصك؟ مشان تنقذ مرتك رح توسط أخوك، وهلأ بدك توصني إلي مشان تردل اعتبارها لمرتك. مين بيناتنا القاتل؟ مين هو المجرم الحقيقي مصطفى؟ عفكرة أنا لما خطفت أسية هذا اللي كان بدي تشوفه، وليك وضعنا هلأ. اطلع على حالك، مين يلي حامل المسدس؟ مين فعلياً عم بيحفر قبره مصطفى؟ كأنك عم تتوسلني هلأ مشان أعفي عنك، ما؟ مستحيل اتوسل لحدا. فيدات، هون في شي واحد عم يصير، واللي هو إنك رح تموت بعد شوي. يلا كمل. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.